عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نديرو هاد المفرش، هذا متكون من 4 أسطر وبجوج ديال الألوان، سهل وبسيط ومتعدد الاستعمالات كيف ما كنقول دائما. والخدمة ديالو كتكون من غرزة، من سلسلة واحدة وغرزة عمود. وغنبداو بسم الله. كنبداو 6 ديال السلاسل كندير بهم غرزة، كندير بهم هذيك العين السحرية ومن الدائرة السحرية. وكنبدأ نخدم، كنطلع 3 سلاسل في هذا اللون الأول، كندير به 3 سلاسل وكنطلع وكنخدم حداه غرزة عمود، وكنزيد غرزة عمود أخرى. كيكونوا عندي 3 عواميد وكندير سلسلة وكنمشي عاود، كندير عاود 3 عواميد حتى كندير 12 عمود. كندير 3 سلسلة 3 سلسلة 3 سلسلة 4 مرات. فاش كنساني كنسدها بمنزلقة، كنخرجها ماشي بديك هذيك المنزلقة، ما كنخرجهاش باللون الأساسي، كنخرجها بديك اللون الآخر اللي غندخل في هذاك المجسم. كنسدها وكنبدا نخدم عاود باللون البرتقالي. كنطلع 3 سلاسل، ما كنقطعش اللون الاولاني، كنخليه تما. كنطلع 3 سلاسل وكنخدم عاود 3 ديال 2 الاعمده زائد سلسي زائد 3 سلاسل، كتكونوا عندي 3 الاعمده. وكندير سلسله نفس المكان، كنخدم عاود 3 ديال الاعمده، كتكون عندي هنايا صدفه. هذه كتمشي معايا حتى نسالي العمل ديالي. الصدفه هذه كتمشي معايا، العمل كيتكون من 4 صدفات، كتمشي معايا الصدفه حتى نسالي العمل ديالي. كل داك سلسله كنخدم فيها صدفه، كيتكونوا عندي 4 ديال الصدفات. كندير بيناتهم لا غرزة حشو ولا حتى حاجه، كنخدم مباشره صدفه صدفه صدفه. كندير سلسله ما كنديرهاش بين صدفه وصدفه، سلسله كنديرها في وسط صدفه. هنا ملي كنتاقم صدفه اخرى ما كندير لا سلسله لا حتى حاجه. انا كنخدم 1 2 3 سلسله واحده، وعاود كنخدم 3 في نفس المكان. فاش كنسالي داك 4 صدفات كنسد بمنزلقة بنفس اللون، ما كنبدلش دابا هنايا اللون. هنايا غنخدم بنيت نفس هذا البرتقالي، كنطلع 3 سلاسل وكنخدم عمود بلفة وحده عمود بلفة. ولكن ملي كنسالي هاد عمود بلفة ما كنخرجوش كامل، كنخرج غير لفة واحدة، وكنخلي ديك جوج هادوك كنخرج فيهم باللون الشيبي. هادي راه كتلسى هاد الغرزة هادي، وكنخدم هنايا صدفة بشيبي. 1 2 3 سلسلة وكنخدم عاود 3 عمود. 1 2 3. هنايا غنخدم نفس البرتقالي، راه انا هنايا خصني نحيد الخيط باش نعاود هذاك، يبقاو داك الجوج الاخرانيين اللي كنخرجهم بلون جديد. برتقالي غنخدم هنايا 3 اعمده، 1 2 3. غنلاحظوا كيفاش كنخرج هذا، كنوصل هاد الجوج هذا ما كنخرجهمش في غرزة عمود بلفة، كنخرجهم ملي كنبغي نغير اللون، كنخرجهم داك اللون اللي غندير. هنايا عاود صدفة، هنايا صدفة في هاد السطر الثالث، كنخدم الصدفة بشيبي. وهاديك 3 غرز عمود كنديرهم ببرتقالي.
هكذا إلى آخر السطر. هنايا غنسالي السطر الاولاني، الثالث غنسدوه بنفس اللون حيت هنايا باقي غنخدمو بشيبي. كنطلع ثلاثة السلاسل، كنرجع للور وكنخدم ثلاث غرز بلفة، ثلاث عواميد بلفة. الغرزة فين سديت بمنزلقة هي اللي كندير فيها عمود بلفة. هنايا كندير عاود بشيبي عمود اخر بلفه. كيتكونوا عندي هنايا ماشي عمود، كيتكون عندي ديك الصدفه اللي كندير في الوسط. ثلاثه الغرزات اللي كنخدم كيكونوا عندي هنايا جوج. في السطر اللي فات في عندي وحده، وبالبرتقالي هنايا عندي جوج بهذا. وهنايا غنخدم صدفه غنخدمها ببرتقالي. تذكير راه كنخلي ديك الجوج الاخرانيين في العمود بلفه اللي غنغير فيه اللون، كنخرجهم بالبرتقالي ولا الشيبي. هي الصدفه كنخدمها بثلاثه ثلاثه ثلاثه اعمده بلفه، وكندير سلسله وكنخدم عاود بلا شك. هادي غتكونوا فهمتوها الصدفه كيفاش كتفهم. والصدفه دائما عندنا كل كتخدم باللون. كيتكون من ثلاثة ديال العواميد. كنمشي للاخرى ندير ثلاثة عواد كيف ما درت في الاولانية كنديرها في الثانية. ندير ثلاثة العواميد وهنايا كنغير اللون، كنمشي عاود نصادفه وكنمشي في حركة حتى لاخر سطر عاود. نتمنى نكون وصلت لكم فكرة. هنايا كيف ما كتلاحظوا كيكونوا عندي جوج ديال هادوك، تكون هادوك ثلاثة جوج ديال صدفات في شيبي وصدفة واحدة في القنت برتقالي، وجوج ديال صدفات عاود جوج مروحات، وعاد كندير صدفة أخرى. هنايا كنساني السطر، هنايا كنساني السطر، غنبدا باللون شي هذا البرتقالي ماشي باللون شيبي. هنا غنبدا باللون البرتقالي، غندير عاود سلسلة كتكون ثلاثة السلاسل كيكونوا في مثابة عمود، وكنزيد جوج الأعمدة، جوج الأعمدة بلفة. وهنايا ما كنديرش بين داك المروحة والمروحة، ما كنديرش لا سلسلة لا حتى حاجة، كنخدم نيشان مباشرة. هنايا غيرت اللون غنخدم بشيبين، ومن بعدها غنخدم عاود برتقالي، والصدفة غتجي عاود في شيبين. وردوا البال هاد التويشية هادي دائما كتمشي ليا انا، ديال نغير الخيط في اخر عمود. هنايا ندير صدفة عاود في شيبي. هنايا كانوا عندي برتقالي شيبي برتقالي، ما حد العمل ديالي كيكبر وكيزيدوا عندي ديك الصدفات اللي كيكونوا في الوسط. ما نعرف شنو سميتهم واش صدفة، المهم هذوك هذيك الغرزة اللي كيكون فيها ثلاثة ديال الأعمدة بلفة. نحت العمل ديالي كيكبر وهادو كيكبروا، إلا بغيت نكبرو حتى يولي بحال
شي حاجه كبيره ولا ندير بيه مخده ولا شي حاجه انا ماشي هكاك، ممكن نكبر العمل ديالي حتى كيولي غير القياس اللي بغيت. انا دابا درت غير 5 د الاسطر، ما كبرتوش بزاف، ولكن الا بغيت نكبره كان مشي غير فحال هكا. دائما خصنا نرد البال فين غنبدل اللون وفين باش يتكون عندي هاد المعين هادي. كنمشي عاود فحال هكا الى اخر السطر. عاود كنسد السطر ديالي بمنزلقه، المهم بلا شك تكونوا كتعرفوا كيفاش غتسدوا السطر بمنزلقه. ديك ثلاثه السلاسل السلسله الاخيره كنخرج فيها وكنسد بمنزلقه، يعني غندير شيبي عاود. هنا غيكونوا عندي جوج ديال الشيبي عاود، وواحد برتقالي. لا هنا غيكونوا عندي جوج ديال البرتقالي حيت العمل ديالي دابا وانا كبر شويه، اعتذر، عندي جوج ديال هادو وجوج ديال البرتقالي وجوج ديال الشيبي. هنايا كنكمل داك الشيبي وكندير عاود صدفة بين برتقالي، كون السطر كيكون عندي صدفة بلون. صدفة كتكون التذكير من ثلاث عواميد بلفة، سلسلة ثلاث عواميد بلفة، وهكذا حتى كنسالي الشغل ديالي والعمل ديالي. كون السطر كنزيد في داك هادو واحدة جوج ثلاثة أربعة، سطرني ما يجي عاود غيكونوا عندي 5، وسطرني مورا عاود هنا باقي بغيت نكبر كيكون. المهم انتي ماشي كتزيدي في هنا بغيتي تكبر. انا دابا مبتدئة في القناة، كندير غير داكشي بسيط وساهل، باقي ان شاء الله نديرو فيه مخدة وغنشرحو عاود كيفاش نكبرو العمل ديالنا. كنمشي بحال هكا الى اخر السطر، كندير غرزه مروحه بالبرتقالي، وكندير موراها الشيبي، وفي الوسط كندير جوج ديال البرتقالي، وفي الطرف اللي من هاد الجهه كندير عاود شيبي. كنبدا بالشيبي داك كننهي بالشيبي، وفي الوسط كيكون جوج ديال برتقالي، وفي الجناب كتكون صدفه. ما بين صدفة وصدفة كيكون عندي داك 4 داك المروحات، 2 برتقاليين في الوسط وواحدة شيبية في هذا الجانب وواحدة في هذا الجانب. كيكتفي بهذا القدر هذا، وانتم الا بغيتو تزيدو تكبروا لكم هذاك اختيار، ونتمنى تدعموني بلي لايك ديال لايك وتابونوا عندي في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.